خلصنا اللانج في الريكوردات اللي فاتت، متبقي لنا فيها جزء الفارما، مش عارف الله اشرحه ولا ايه. متبقي لنا لانج ابس برضو، فيها حاجه في السريع كده ممكن نشرحهاش برضو، او ممكن اشرحها يعني كده كده حاجه بسيطه. ندخل دلوقتي على مشاكل البلورا. البلورا بصفه عامه هي طبقتين بيغطوا اللانج وبيساعدوها على الحركه، بحيث ما يبقاش فيه فريكشن كتير، يعني علشان حتى لو هيحصل التهابات او هيحصل اي مشكله بسبب فريكشن او اي حاجه زي كده، هتحصل في البلورا، في البلورا وما تحصلش في اللانج، بحيث تشيل البلورا واللانج تفضل سليمه، يعني بتشيل عن اللانج يعني. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في البلورا؟ اول حاجه ممكن يحصل التهابات، ممكن تيومرز، ممكن يترسب شويه حاجات في البلورا بين التو لايرز بتوعها، شوية دم، شوية بص، شوية هواء، شوية كايل أو اللي هما لمف، شوية مية عادية ما فيهاش حاجة، شوية سيروس فلويد، بلازما، أي حاجة ممكن تتحصل جوه، يعني أي حاجة ممكن هي تبقى تتحط، أو أي حاجة موجودة في الجسم ممكن تتحط عادي أو تكون موجودة عادي في الجزء بتاع البلورا، ويضايق بقى، يعمل لك بقى وجع، وعلى حسب المشاكل الموجودة هتحصل. طيب خلينا نبدأ ونشوف ايه الحوار الموجود عندنا النهاردة. طيب البلورال افيوجن اللي معانا، او اول مشكلة من مشاكل البلورا هي البلورال افيوجن، وهي معناها ان يتراكم فلويد اكتر من اللازم في البلورا. الفلويد الطبيعي الموجود في البلورا هو حوالي من 3.5 ل 7 مللي من كلير فلويد، تمام، مفهوش بروتين ومفهوش لمفوسايتس، لمفوسايتس قليلة. بتحصل شوية مشاكل تخلي ان في مياه كتير تقعد في البلورا، زي ايه؟ زي مثلا ان الهيدروستاتيك بريشر يزيد. يعني ايه هيدروستاتيك؟ يعني ايه هيدروستاتيك بريشر؟ يعني الميه جوه البلاد فيسلز تزيد، تمام، بسبب مثلا هارت فيلير، ف الدم يجي يرجع على القلب ما يلاقيش مكان يرجع، ما هو القلب اصلا مش قادر يضخ الدم اللي فيه، فالدم موجود قاعد في القلب، يجي الدم الجديد يدخل القلب ما يلاقيش مكان، فيفضل موجود في البلمونري فيسلز، فيحصل عندنا حاجة اسمها congestion أو increase hydrostatic pressure، فيعمل لنا congestion أو يسرب المية بقى اللي فيه، والمية تتسرب فين؟ من الأماكن اللي هيتسرب فيها المية إنها تروح على البلورال space، فيعمل لك إيه؟ بلورال effusion. ممكن يحصل increase vascular permeability زي مثلا في الالتهابات. الالتهاب بصفة عامة لما بيحصل التهابات بيحصل إيه بعدها؟ بيحصل swelling، والswelling ده بيكون فيه exudate كتير، مية كتير، فممكن ده بسبب increase vascular permeability inflammation. قلت لك من شويه ان ممكن يحصل inflammation في البلورا، ممكن اي inflammation موجود في اللنج قريب من البلورا، تمام. ممكن يحصل decrease للoncotic pressure. يعني ايه decrease للoncotic pressure؟ عندنا في بريشر بيكون موجود بسبب بروتين، البروتين بيكون موجود في الدم فبيشد المايه له، وفي بروتين قليل موجود في البلورا فعشان كده مش هيشد مايه له. لنفترض ان البروتين نزل من الدم، ما بقاش فيه بروتين، بقى بروتين قليل جدا، ساعتها هل في حاجه هتمسك المايه دي في الدم، ولا ممكن المايه دي تبدا تتوزع ونعيد توزيع الضغط بين الدم وبين البلورة وبين باقي الجسم؟ هنعيد توزيع الضغط لان البروتين اللي كان موجود في الدم اللي كان من اسباب ان المايه تفضل موجوده جوه الدم او جوه البلد بس ما تخرجش بره هو البروتين. البروتين خرج بسبب مشكله في الكلى، مشكله في اي حاجه، ساعتها المايه هتبدا يتوزع البريشر بتاعها، فيروح بقى شويه على اسمه ايه ده، شويه منهم يروح البلورا. ده بسبب حاجه اسمها ديكريز اونكوتيك بريشر. منها مشاكلها النفروتيك كيدني. عندنا انكريز للنيجاتيف بريشر. يعني ايه ديكريز انكريز للنيجاتيف بريشر؟ لو حصل اتلاكس البريشر جواها قل، لما يحصل البشر جواها يقل تبدا الحاجه تروح ناحيتها، فتعمل حاجه اسمها اتيلاكتيزس، يعني لانج كولابس، او ده بسبب يكون بسبب اللانج كولابس، يعني حصل كولابس لانج بسبب اوبستراكشن مثلا، فاللانج كولابسد يعني اللانج يعني قفلت او انكمشت على بعضها، فعمل لك مسافه كبيره جدا، فراغ كبير جدا في البلورا، فالفراغ الكبير ده زاد فجاه. احنا كان عندنا شويه فلويد 3.5 مللي او 7 مللي موجودين في البلورا سبيس اللي هي حته صغيره، فجاه الحته دي كبرت جدا، فايه اللي يحصل؟ الضغط بقى قليل. الضغط قليل يبقى يحصل ايه؟ نعيد توزيع الضغط، يجي شويه ميه يقعدوا معاها، يبقى احنا كده بقى عندنا ايه؟ بقى عندنا برضو بلورال افيوجن.
حاجه اسمها decreased lymphatic drainage. تمام, الليمف ما بيفوش درينج, فالليمف عمال يترسب بسبب obstruction مثلا, فيبدا ان هو يعمل ينشع او يعمل congestion او يخرج الماء منه. ايه الاعراض او ايه الشكاوي اللي هتيجي من خلال الشخص ده؟ شكاوي كلها رتيبه جدا ومله جدا ومعتاده قوي, زي ان هو مش قادر ياخد نفسه, كل الناس مش قادر تاخد نفسها وانت بس يا عم. عنده وجع, كل الناس بتتالم, يعني انت عندك شورتس اوف بريس, عندك وجع دال ايك. نيجي نشوف البركشن, ممكن بقى على حسب, لو مثلا في فلويد فهنلاقي البركشن طبعا هتلاقيه ديمينيجد او مفيش صوت ضل. هتلاقي مثلا الصوت مفيش بريسنج ساوند, ما هو بقى في رئه, ما هي بقت كلها ميه, يبقى بسمع ميه, بسمع كيس ميه, هسمع ايه؟ مش هسمع حاجه. خلاص, فما فيش تقريبا حاجه واضحه, كلهم حاجات بيحصلوا في 500,000 مرض في اللنج, فمش هتقدر تحدد من الكلينيكال بيكتشر, لكن دي الشكاوي اللي هو يجي يشتكي منها. بيقول لك في الكتاب بتكون اسيمتوماتيك او سيمتومليس في حاله سمول افيوجن او لارج افيوجن برضو, او ان حصل اكيموليشن بالراحه, ممكن بس المريض يحس انهم مش مرتاح, لكن مش هيحس يعني ايه بحاجه معينه, بحاجات معينه. لو حصل accumulation quickly هيحصل له كف بسبب inflammation, فهتعمل له بلوريستي او هتعمل له وجع كوجع البلورة. ايه هو الوجع البلورة دوت او بلوريتك بين؟ ده بين بيجي مع inspiration والexpiration. عارف انت لما تيجي تاخد نفسك فتحس ان كان حد بيديك بسكينة في صدرك مش عارف تاخد نفسك, هو ده البلوريتك بين. من الساينز ان اللارج افيوجن بيزق الميديستينيوم على الناحيه الثانيه, يعني لو في ميه كتير موجوده في ناحيه اليمين فالميديستينيوم هيتزق ناحيه الشمال, لان الضغط هيزيد قوي في ناحيه اليمين فيزق الميديستينيوم ناحيه الشمال. بصفه عامه كله كلام عادي, كلام يعني انا جالك ميه بيشتكي انه بيكح, هتقول له انت عندك بلورال افيوجن؟ يعني صعب جدا اصلا تحدد هو عنده ايه من خلال بس كلينيكال بيكتشر, لازم تسألوا عن كل حاجة والهيستوري هيكون مهم جدا جدا جدا. طيب ممكن تعمل له اكس راي, يعني ممكن لو انت شكيت فيها تعمل اكس راي, بس خلي بالك ان هو لو انت محتاج 300 ملي على الاقل عشان تبدأ انك تعمل ديتكشن له في الاكس راي, وعشان يظهر بشكل كلينيكال على المريض لازم يكون في حوالي 500 ملي موجودين. بيظهر على الاكس راي ازاي؟ اول حاجه ده فلويد, تمام, فهيغطي, هينزل يغطي اول حاجه الجزء اللي تحت الكوستروفرينيك انجل, لما يبدا يزيد تمام هيبدا بقى يوصل لحد الاكزري ويعمل لك ليفل من كانها كوبايه ميه, في ليفل من الفلويد. بيقول لك ان الشادو بيكون هوموجينس شادو. عندنا ايه تاني؟ ممكن برضو تعمل السي تي بس وهو نايم, او تعمل اكس راي بس وهو نايم, بس هو سيتي مفيش حد بيعمل اكس راي وهو نايم, سيتي وهو نايم, بحيث ان ساعتها الفلويد هيترسب بوستيريور وتشوف الليفل بتاعه. بيقول لك ان البلورال افيوجن هي كومن برزنتيشن لمجموعه كبيره من الامراض, يعني هي مش بتطلع لوحدها كده, هي كلها مشاكل امراض زي ما انا قلت لك, المشاكل اللي بتكون موجوده من شويه في اول الريكورد. ممكن تعمل دياجنوز عن طريق ايه؟ عن طريق انك تاخد اسبيريشن, تاخد شويه تدخل كده حقنه وتعمل اسبيريت للفلويد الموجود عشان تتاكد ان هو فلويد بس ما فيهوش اي حاجه, يعني مجرد مثلا شويه ميه. فممكن تعمل اسبيريشن او ممكن تعمل حاجه تانية اسمها سيراكو سينتيزيس, قريبه جدا من الاسبيريشن, هما الاثنين قريبين جدا من بعض. السيراكو سينتيزيس ديت بتكون كونترا انديكيتد في بعض الحالات, يعني في بعض الحالات ما ينفعش تعمل فيها, زي مثلا سمول فوليوم ما ينفعش تعمل فيها, لو الشخص عنده بليدنج تندنسي ما ينفعش تعمل سيراكو تندنسي. سيراكو سينتيزيس بتدخل حقنه كده وتسحب بيها. لو في ميكانيكال فنتيليشن, تمام, لو في كوتينيوس ديزيز على الجزء اللي انت المفروض تدخل في الحقنه هتدخلها ازاي؟ ما في مشكله ثانيه. دلوقتي بقى بعد ما عملنا الاسبيريشن بتاعنا احنا عندنا حاجتين ممكن نعملهم. اول حاجه ان احنا نحلل البتاع دوت, تمام, نحلله من حيث ايه؟ الحاجتين اللي بقول لك عليهم دلوقتي. اول حاجه نبص على شكله واللون بتاعه والكونستنسي بتاعته, او نبص على اللي هي اللزوجه بتاعته البسكاستي بتاعته, الكلام ده كله, هل في شوائب ولا لا, هل كبير ولا لا, شكله كده, لان شكله هيبدا يحدد لي هو فلويد عادي تمام ولا هو دم ولا هو كايل ولا هو بص.
نحدد الكلام ده كله من المنظر، ممكن نحدده كمان، ممكن نبعت نعمل تحليل ونشوف بقى هو نسبة البروتين فيه كام، نسبة السكر فيه كام، نسبة ال LDH فيه كام. الحاجات دي كلها بتكون مميزة للموضوع، نشوف هل في سيلز، هل في مالجنانت سيل، هل في بكتيريا نعمل لها جرام ستين ونعرف هي ايه. نشوف البي اتش، البي اتش بيكون قليل اقل من 7.2 في حالة الامبايميا، وده بيكون بسبب الانفكشن. فالحاجات دي كلها مهمة، وهنعرف دلوقتي ليه او هنعرف الارقام بالظبط بتاعت كل حاجة. الفلويد اللي احنا خدناه ده ممكن يبقى ترانسد ويت او اكسد ويت. يعني ايه ترانسد ويت؟ يعني اكسد ويت؟ ترانسد ويت ده يعني شوية مية عادي، واحد حصل له اديمة او واحد حصل له ليفر هارت فيلير فعمل كونجيشن فبدأت المية تخرج، عمل ترشيح، مجرد مية ما فيهاش لا بروتين ولا اي حاجة خالص، مجرد مية وبس. يعني كده بالمعنى البسيط ان في مية هتبقى موجودة في البلورال سبيس، مفيش بقى بروتين زيادة، مفيش جلوكوز زيادة، مفيش الحاجات دي خالص. عشان يعني انا بقول لك ليه، ما بفهمها لك ليه، ما تقعدش تحفظ انت ان الليفل ده كذا والليفل ده كذا والليفل ده كذا، لا، من غير ما تحفظها. هي ترانسد ويت يعني شوية مية، لما انا اجي اقيس فيها بروتين هيبقى بروتين نسبة قليل، هاجي اقيس ال دي اتش هيبقى نسبة قليل، وانا ما زودتش حاجة، انا زودت مية بس، يعني انا قللت الكونسنتريشن بتاع اي حاجة كانت موجودة اساسا. طيب لما نيجي بقى نقيس البروتين هيقول لك ان هو اقل من 30، تيجي تقيس ال دي اتش هتلاقيه بيقول لك ان هو اقل من 200 اي يو. او نقيس نسبة ال دي اتش في البلورال فلويد على نسبة ال دي اتش في السيرم هنلاقيها اقل من 0.6. نيجي نقيس ولما نيجي نقيس نسبة البروتين في البلورال فلويد على نسبة البروتين الموجودة في السيرم بروتين على نسبة البروتين الموجودة في السيرم هنلاقيها اقل من 0.5. طيب ايه الاسباب بتاع الترانسد ويت؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تعمل ترانسد ويت؟ اي حاجة ممكن تعمل مية، طبعا احفظهم اسرع بدل ما تقعد تفهمها، لان هتفهمها بس مش هتعرف تجاوب، فانت احفظها اسهل. الهارت فيلر زي ما قلت لك عليها، ودي الموست كومن كوز للبلورال افيوجن، موست كومن كوز للبلورال افيوجن. هايبوبروتينيميا، بروتين قليل، تمام، بيقلل لك الانكوستاتيك بريشر. كونستريكتيف بيريكارديتس، نفس الاجابه بتاعت الهارت فيلر. هايبوثايرويديزم بيحصل في الاتيليكتيزيس والميكسديما، اتيليكتيزيس بيقلل الضغط فالميه بتيجي تقعد في المكان اللي فيه ضغط قليل. اكسد ويت، اكسد ويت في اي حاجه تانية بقى فيها انفلاميشن، تمام، برونكيال نمونيا، كارسينوما، عمل لك برونكوسوبالموناري انفاركشن، تيوبركلوزز، كونكتيف تيشو ديزيز، ميزوسيلوما، شويه تيومر، احنا لسه قايلين في كانسر فوق يا عم، بس فوق كان كانسر للبرونكاس لكن تحت ميزوسيلوما. فالحاجات دي كلها بتسبب اكسد ويت. مش لازم تحفظ، انا فهمتها لك، ان اي مشكله تمام هتخلي ان الميه ترشح بره بسبب ان الضغط قليل في البلوره والضغط الزياده جوه، او الضغط جوه قل، او الضغط اللي كان بيمسك الميه ديت بقى ضعيف، القوه اللي كانت ماسكه الميه بقت ضعيفه فالميه خرجت، فده هيحصل ميه بس. انما اي حاجه ثانيه هتعمل لك ميه، هتعمل لك اكسد ويت، لان اي حاجه تانية هتبقى انفلاميشن، يعني مفيش سبب تاني، هو كله انفلاميشن. اي حتى الكارسينوما والميزلوما هيعملوا انفلاميشن، والكونكتيف تيشو ديز هيعمل انفلاميشن، كله هيعمل انفلاميشن، مفيش حد هيطلع اكسد ويت كده وخلاص. لان اكسد ويت ده هو عباره عن ميه مع بروتين مع ليمفوسايتس مع كل الحاجات كلها مع بعضها، كانك جبت شويه بلازما وحطيتهم جوه، وده مش طبيعي انه يحصل، يعني غير في حاله الاكسد ويت او غير في حاله الانفلاميشن. وبرضو الاسباب اللي انا قلتها لك اللي هي زي ديكريزد اونكوتيك بريشر، انكريزد هيدروستاتيك بريشر، انكريزد نيجاتيف بريشر، ديكريزد ليمفاتيك درينج، كل ده هيعمل لك ترانسد ويت. اللي الوحيد اللي هيعمل لك اكسد ويت هو الفاسكولار بيرميابيليتي. عندنا المانجمنت بتاعنا بيكون اول حاجه ان احنا نعالج الاندرلاين كوز، ثاني حاجه ان احنا ريليز الديزني، يعني مش اول حاجه ريليز ديزني، لا، اول حاجه الاندرلاين كوز، ثاني حاجه ريليز ديزني. طيب شويه كده ابلاي لايت كرايتيريا اللي هو يقول لك نفس الحاجات اللي احنا نسب البروتين ونسب ال دي اتش والكلام ده كله. عندنا حاجات بقى تانية غير الفلويد الموجود في البلورا. في عندنا كايلوسوركس عباره عن تجمع الليمف في البلورا سبيس، وده بيكون بسبب بصفه عامه بسبب اوبستراكشن في الليمف او مشاكل في الليمف درينج، ده بيكون بسبب كانسر يعني ميتاستاسيس يعني، وبيكون بيتميز بالهاي تراي جلسايت.
تمام. الامبايمي هو تراكم البص في البلورال سبيس، بس مش هنتكلم عليها هنا. لو الفلويد اللي احنا عملنا له اسبيريشن طلع يلو تمام، فده في الاغلب بيبقى ترانس دويت او ساعات بيبقى اكس دويت تمام. لو لقيناه ريد يبقى هو هيموثوراكس، يعني دم في البلورال سبيس، وده بيكون بسبب مالجنسي او تي بي. لو تربد فده بيكون بسبب انفكتد افيوجن. لو بص فده بيكون دليل على امبايميا. لو ملكي او وايت فده دليل على كايلوسوركس. خلصنا بدور الافيوجن.